تحية وسلام من دوك الناس اللي أنا بالكم بغيتو كتعرفو شكون كنحييو حنا، شكون كنحيي أنا، ماشي حنا، أنا غير أنا. كنحيي واحد الناس أسيقال. المهم راه نساو هاد الهضرة. بما أن كاين فراغ، هو السائد، الفراغ اليوتوبي، فراغ صراعات ومدابزات، نسينا الحرب معامنا. كانت تحاربها بعضياتنا، هذا ماشي، انا ما عنديش مشكله نتحاربها نصفيوها من الاولى. انا ما تعتقدش بان غندير يدي في يدك ايها المنافق للمرجعية الإنسانية. أنت عندك مرجعية دينية، أنا عندي مرجعية إنسانية، وأنت عندك خلفية حزبية وسياسية، أنا ما عنديش لا سياسة لا والو. أنا بغيت حقوق الإنسان، اللي عنده مع حقوق الإنسان يدير يدو مع يدي نمشي معه، بدون إيديولوجية، بدون انتماء ولا عرقية ولا لاهوتية. أيها المسلمون الساهرون الكافرون، صلاتكم غافلون. أنا ما شغليش مع الصلاة ديالك ولا كفر ولا، أنا لا أحاسبك في هذه القضية، أنا أحاسبك في المرجعية اللي عندي هي الإنسانية. كيفاش نكون إنسان؟ المشكل خطير. فالتجارب الإنسانية ديالي لقيت بأن بزاف الناس ما تيقدروش يكونوا غناس، سيكون ناس ولد عباس ولد والماس ولد تيداس ولد واش انت انسان؟ ولكن ناقصك شي حاجه حتى كتلصق لها شي مرجعيه عاد كتولي انسان. ولا الانسان انسان، الخايب خايب، الخايب لا يحتاج الايديولوجيا باش توريني الخايب. الجوع، البكاء، الفقر، هاد المصائب، الفرحة، حتى الفرحة. واش الإيديولوجيا كتقول لك خصك تفرح؟ كتفرح بتاكتك؟ لا، كتفرح انت راسك بدون إيديولوجيا. على أي، نرجعوا للموضوع الأهم من هاد القضية أخرى، والكلام موجه الخويا قدور، وكان عندي اتصال معاه. كنتمنى بانه تصنت لذاك الشيء اللي قلت له انا على الناس اللي كيهضروا في هاد الاتجاهات بلا ما نقولوا اسماء. هذا الاختباء، انا الاختباء، هادو الناس يختبون، هاد المهاجمون غير يختبون. انا عايرني في الدير، عايرني بين شعبه وبين ولد الزنقه، ما متقاش. من حقك، من حقك تعيرني اذا كانت عندك الثقافه انت هي المهداوي، فثقافتك فاسده والله العظيم الا فاسده. انا عندي ثقافه هي حريه. يا واحد خويا وقف عليا، وقفت عليه، احتاجني، احتاجيتو منطق. داكشي اللي كيقول واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، للدعاة واش ايها الاغبياء، انا كنذكركم، عافاكم
كنت نقدر نسيطر على العقول الضعيفة باسم الله، وقال عيسى وموسى وقال محمد وحديث البخاري وصحيح الشواري. كنت نجرك، ولكن ملي كنهضر هضره اخرى كنضرك. فالسلام عليكم اخوتي المسلمين اينما كنتم، حياكم الله. نفوسنا بين ايدي الله، يهب من يشاء، الارزاق بيد الله والاعمار بيد الله. اوكي تفهمنا دابا؟ انا زوين زوين انا زوين دابا. اوكي يلا صافي، غنخليو هكا. الفيديوهات المقبله غتكون غير بالتحيات والوداع وحجه الوداع مودعين. ايوه ما كتقبلوش الطبيعه ديال الانسان، ولا طبيعه ما كتقبلش طبيعه الانسان. كحل واصفر وازرق، ومن التحت ومن الجنوب ومن الشرق، فعاد غتقبل انت على العقل ديالو. الا ما كتقبلوش في اللون ديالو غتقبل العقل ديالو انت. اش كنبان لكم انا صفر ولا زرق ولا شنو؟ منطق، المنطق عنده لون. كاين شي منطق كحل صفر، منطق اسيوي امريكي وغربي وشيوعي، ما كاين منطق. كاين منطق الدين ولا فيه التناوي؟ الدين فيه التناوي ديالنا هنا، ديالنا حنا، وما تنقبلوكمش نتوما. وعلاش ما كتق حيت انت خدي؟ ولكن المنطق ديالك الا استعملتي المنطق تقبل على الاخر، والاخر الا استعمل المنطق ديالو يقبل عليك ونعيشو في سلام. وهاد المسائل كلها تخلقات لكم لتفرقتكم. انا مسلم، ودابا عن المسلمين ما ندخلوش على داك الشرائح ديال الاسلام والنصرانيه، شحال ديال الشرائح، وندخلوا اليهوديه. وسامبل باش تكون انسان، سامبل ما فيها ما يقول لك انت انسان، تولتي انسان انسان، ما كتحتاجش يشرح لك شكون واش انت انسان. انت راك انسان. ملي كتدخل شي تخربيقه اخرى تيقول لك واش انت عارف شكون اللي قال وشكون اللي كتب وشكون اللي حنا ولينا في الكتابه وقرايه. بينما ان تكون انسانا لا يحتاج لواحد الجهد عقلي. كن انسانا. أنا أراقب مسائل أخرى. تحية الإنسانيين، الإنسانيين، لأن الخايب خايب. واش الخايب كيبان لك خايب ومن كيجي الدين كيردو لك زوين انت؟ الجوع كتعرفوه كامل. لك تجي شي ديانه وشي حزب ولا نقابه وتقول لك هذاك الجوع، وكتبقى جيعان. واخا تامن بان غتمشي للجنه والحريات ولكن راك جيعان. غتمشي للجنه ولكن جيعان ديجا. تفاهمنا الخوت؟ تحياتي. شكون انا باش نحييك انت ولا وحييني ونحييك؟ تفاهمنا ما تفاهمناش، سير تنعس ولا مشي نعس. انا ماشي دائما انا كنقول لك سير تنعس، ولكن كانسان كنقول لك سير تنعس الا كنتي حيوان، ولا كنتي عندك ايديولوجيا وتابعت. كنقول لك انا انسان، سير تنعس يا الحيوان.
بروغراماسيون، السوفتوير ديالك خاسر، طبقة من طبقات نبهاتك و بروغراماتك وقالت لك هذا خايب وهذا زوين، ولكن كإنسان أنا كنعتبرك ديما كإنسان، ما كانش شي سوفتوير يقول لي نعتبرك حيوان. لا، اللهم إلى من أنت دخلتي لدائرة الحيوان ودرتي راسك في القفز ودخلتي لحديقة الحيوان، فديك الساعات ما عندي ما ندير لك. تحية العقل، تحية الخوت اللي بقاو وناس، تحية الإنسانية، تجردوا من هذاك الإيديولوجيات والانتماءات والعرقيات، خليكم غير ناس أصاحبي، كنا كنعرفوكم ناس، وغير حيت غنولي شيوعي غنولي ما نبقاش انا انسان مسلم، مشات لي الانسانيه، خليكم اناس، خلي الانسانيه هي السائده فيكم. تحياتي الاقدار اللي حطتني في هذا العصر، انا ما كرهتش اخوتكم شي 2000 سنه من بعد من هذا الوقت، ونشوفكم فين غتوصل، نشوف هاد اليوتيوبرز ونشوف هاد انتفاضات، واش المغرب غيبقى مغرب، واش الشمال جنوب الصحراء. 2000 سنة بغيتها أنا، كنتمنى من المتمنيات العميقة دي من الأحلام ديالي أني نتزاد وما نلقاش الناس السلفيين والملاكين والهمجيين، ونلقى غير ناس في شي عصر يفهموا الناس بأنهم ناس، وبأن هذيك الهضرة ديال نتا ونتا 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 راه هضرة خاوية، راه واحد قالها ليك ونتا تبعتيه وليتي نتا منو وحنا منكم. بقاو ناس الخوت، تبقاو غير أناس، لا تخليتي على الإنسانية ديالك، فأنا لا أحتاج الإيديولوجية ديالك، وعندما تستعمل إيديولوجية من الأودي كما بغات تكون ما كتبقاش إنسان، صدقني يا أخي، روبوتا، الروبو بروغرامي، ما بقيتيش أنت، الآخر اللي كيهضر في بلاصتك. نحن سنسيطر المهم، تحياتي والمتمنيات ديالي، كاين شي عيد عاوتاني ولا ما كاينش شي عواشر نباركها لكم؟ الله يبارك العواشر اللي جايه من هنا حتى نطلع عندكم من هنا 2000 سنه، كاع ديك العواشر انا كنباركها لكم 2000 سنه، غنطلع ونخرع عليكم. اوكي، يلا تحياتي، أستسمح الخوتة عن غير قصد، ما فيهاش استهزاء، يلا تانكي جو تشوز.